رجال. اللهم صل على النبي. زيد النبي صلاة. اللهم صل على النبي. قال 5002 ونفيلة. نفيلة. 5002 ونفيلة تحسه رقم القروم الأصيلة لربع ما ردى بيهم شبابي نسل شبال وسيوف ثقيلة. نفيلة. 5002 ونفيلة. تحسه رقم القروم الأصيلة لربع ما ردى بيهم شبابي نسل شبال. وسيوف ثقيلة عيال العمش حاشا ما تردوا على الطولات والصعبة يعدوا وبن قلاب يا خنجر يماني لقال خيولها كلهم يشدوا عيال العمش حاشا ما تردوا على الطولات والصعبة يعدوا وبن قلاب يا خنجر يماني لقال خيولها كلهم يشدوا تسابق ريح هبة يم بلقى وتفزع والنخاوي بينا تلقى مناعير العمش كلهم فخامة وأصغرهم على الغيمات يرقى 5002 الذيابة ومشقابي تشد بها العصابة وهلنا في المخيم 1000 شكرا كفوا منكم على حسن الإجابة 5002 الذيابة ومشقابي تشد بها العصابة وهلنا في المخيم 1000 شكرا كفوا منكم على حسن الإجابة 5002 ونفيلة تحسه رقم يلبق للجزيلة ويلبق لاسم ربعي وعز صيته عموشوا يا نعم هذا القبيلة عموشوا يا نعم القبيلة باسمكم جميعا أشكر ابن عمي جمعة بيك يا عموش أبو الفهد فهد الفهد وباسم أبناء عشيرتي عموش أشكر جميع أبناء لواء الهاشمية ونقول الأبناء لواء الهاشمية أنتم العزوة والسند وإحنا نعاهد الله أن نبقى خادمين لجميع أبناء لواء الهاشمية دون تهيز أو تميز لأي فئة كانت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اخوان الله يعطيكم العافية شاعرنا المحبوب وابن عمنا مارع الإماد مرافقنا من 1/4 من تاريخ منطلقة الحملة الانتخابية وحاب يسمعكم قصيدة فاسمعوها من شاعرنا الموهوب واخونا الله يمسيكم بالخير والله يعطيكم العافية يلا افتحوا لنا مجال بس خلي الناس اللي وراك تشوف اول شيء اثبتوا انكم جبال وما تمسكوا الريح وكمان وانا زود على قول شاعرنا جمعة بيك الله حي اقول مبروك يا ابو سند يا قرم رجال فوزك يسجل لها رقوم وتواريخ مبروك يا ابو سند يا قرم رجال فوزك يسجل لها رقوم وتواريخ حتى ولو الفوز تجدد وطال الفوز بقلوب الأحرار البطانيخ من يبار اللي على الكرم دلال من يبار اللي على الكرم دلال حاتم زمانه شيخ وابن شيخ قولوا معي مبروك يا طيب الفال قولوا معي القرم رجال الشواميخ ألف مبروك بهم ترجال رجال عبر الجبال عبر السمن والتواريخ سلامتكم يا ابو علي يعطيك الف عافيه ما قصرت يا ولد عمي الله يعطيكم العافيه جميعا